مشاهدين أينما كنتم، مرحبا بكم مجددا في الحدث الاقتصادي من سودانية 24. قال تجمع مزارعي الولايات الشمالية أنه قرر إنهاء حالة الإقلاق وفتح طريق شريان الشمال اعتبارا من اليوم، في وقت لم تبدي الحكومة الاتحادية أي تجاوب مع مطالب المزارعين. وأرجع رئيس التجمع رضا الإدريسي قرار فتح الطريق إلى ظروف إنسانية عن الإغلاق، وأعرب عن اعتذاره لكل من تضرر خلال فترة الإغلاق، وأشار إلى أن بعض الجهات السياسية بدأت في استغلال مطالب المزارعين وتوجيهها لمصلحة أجندتها السياسية، مما أدى لإنهاء الإغلاق. وأوضح أن لجنة الحراك ستعقد اجتماعا لمناقشة الأمر وتقييم ما تم واتخاذ القرارات المناسبة، كما أعرب عن أمله في استجابة الحكومة لمطالب المزارعين المتمثلة في إلغاء الزيادات الجديدة في تعرفة الكهرباء. وأشاد في ختام تصريحه بكل من دعم مطالب المزارعين، كما أشاد بوعي العابرين للطريق وتفهمهم لدواعي الإغلاق، كما أعرب عن اعتذاره لكل من تضرر خلال فترة الإغلاق. فيما أعلنت تنسيقية القرى المتحدة بمحلية مروي رفضها لما سمته تخاذل وتنصل تجمع مزارعي الولاية الشمالية عن القضايا المطلبية المرفوعة. وأكدت في بيان أصدرته اليوم أنها تساند معتصمي شريان الشمال في نقاط متاريسهم الأربعة، وتمسكت بتحقيق مطالبهم العادلة المتمثلة في رفض قرار زيادة أسعار الكهرباء للمشاريع الزراعية، بجانب منح الولاية لحصتها في الناتج القومي لسد مروي ومجمعات التعدين ورسوم العبور، ووضع خطة واتفاق مشترك بين الجهات المصرية والسودانية فيما يختص بدخول وحركة الشاحنات بين البلدين وتنفيذ وعود الجهات المختصة بالشأن ترعتي السد وصيانة وتأهيل طريق شريان الشمال. ناقش اجتماع مشترك بين عضو مجلس السيادة الانتقالي دكتورة سلمى عبد الجبار المبارك ووزير الصناعة المكلفة المهندسة بتول عباس المعالجات المقترحة لمشكلة التسويات بين إدارة مشروع سكر النيل الأبيض والمزارعين باعتبارها حقوق واجبة التنفيذ. والتزمت عضو مجلس السيادة بالعمل على تذليل العقبات والتحديات الخاصة بالتسويات عبر لجان ولقاءات مباشرة مع المزارعين، باعتبار أن مشروع سكر النيل الأبيض يعتبر أحد المشاريع التنموية المهمة في السودان. دعا الحزب الشيوعي السوداني قطاعات المجتمع إلى رفض ميزانية 2022 وسياساتها المكملة التي قال إنها تفتقد للسند القانوني والدستوري. وقال الحزب في بيان له إن الميزانية اتبعت برنامج مراقبة الأداء الموقع بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، وأشار إلى أن الاتفاق يظهر في تخصيص أن الإنفاق يظهر في تخصيص موارد الميزانية على صرف الأجور، ما يعني انسحاب الدولة من تقديم الخدمات العامة بعد إنهاء دورها في عملية التنمية الاقتصادية. وأوضح أن الميزانية تواجه عجزا ضخما يبلغ 323 مليون جنيه. وقال البيان إن الخيارات التي اتخذتها ما سماها بالسلطة الانقلابية تؤدي إلى إفقار المواطنين في عقاب زيادة تكلفة الإنتاج والخدمات الحكومية. شرع أصحاب المركبات العامة في تطبيق زيادة على تعرفة المواصلات بخطوط النقل بنسب تتراوح ما بين 50% إلى 100%، وانتقد مواطنون زيادة تعرفة المواصلات ووصفوها بالمجحفة، وطالبوا الحكومة بإيقاف زيادة التعرفة للمواصلات ومراعاة ظروف المواطنين. وكانت محطات الوقود بولاية الخرطوم بدأت أمس تطبيق زيادة في أسعار الوقود، وقفز سعر جالون البنزين إلى 1868 جنيها بدلا عن 1640 جنيه. أعلنت وزارة الثروة الحيوانية التزامها بمعالجة التحديات التي تواجه قطاع الثروة الحيوانية، وكشفت عن اتجاه لإنشاء مسالخ جديدة بولاية القضارف. ووجه وزير الثروة الحيوانية حافظ عبد النبي خلال زيارته لمحجر القضارف على أهمية تأهيل وتطوير المحاجر بولاية القضارف، خاصة وأنها تزخر بثروة حيوانية تقدر بأكثر من 8 ملايين رأس. فيما أوضح مدير محجر القضارف أن المحجر يحتاج إلى تأهيل من تكملة الأسوار والحظائر وزيادة القوى العاملة، كما أشار إلى أن الصادر من المحجر بلغ 500,000 رأس خلال العام الماضي. وكان وزير الثروة الحيوانية حافظ إبراهيم عبد النبي وقف خلال زيارته على عدد من مشاريع ومنشآت الثروة الحيوانية بولاية القضارف،
شملت مركز الخدمات البيطرية المتكامل بمنطقة المجرح والذي ينفذه مشروع سبل كسب العيش بمنظمة إيجاد. كما تفقد الوزير محطة مياه الجضارف بريف وسط الجضارف ومزرعة الأبقار والدواجن بتجمع مزارع الإنتاج الحيواني ومصانع الأعلاف للماشية والأسماك. وافتتح الوزير والوالي معرض الثروة الحيوانية الذي تنظمه إدارة الإنتاج الحيواني بوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية. ناقش اجتماع مشترك بين رئيس اتحاد عام أصحاب العمل السوداني وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان عدد من القضايا المتعلقة بالاستثمارات السعودية بالسودان وكيفية إيجاد المعالجات العاجلة. واتفق الطرفان على تشكيل لجان مشتركة متخصصة من الجانبين السوداني والسعودي لبحث آليات توسيع الاستثمارات السعودية بالبلاد. وأوضح رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني هشام الصباط أن الاجتماع بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الخرطوم والرياض ومعالجة المشاكل القائمة، وأشار إلى أن الاستثمارات السعودية بالسودان لها دور مقدر في السودان. من جانبه أكد سفير المملكة العربية السعودية بالسودان علي بن حسن جعفر أن اللقاء بحث عددا من القضايا ذات العلاقة بالتعاون الاستثماري بين البلدين والصعوبات الإدارية التي تواجه الاستثمارات القائمة، واصفا اللقاء بالمثمر من خلال الاتفاق على عدد من النقاط التي من شأنها المساهمة في تعزيز وتسهيل تدفق الاستثمارات للسودان. دفعت شركات الطيران الوطنية بمقترح يقضي بإعادة صياغة منظومة صناعة وشركات الطيران الوطنية على الأسس المتعارف عليها عالميا دون تدخل من أي جهة من خارج دائرة الاختصاص. وبحث اجتماع مشترك بين وفد من شركات الطيران الوطنية مع رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني المشكلات التي تواجه قطاع الطيران وتهدد أداءه، أبرزها في ارتفاع تكلفة التشغيل وإلزام الشركات بشراء الوقود بالدولار وتعدد الرسوم المفروضة على القطاع. وطالب مشاركون في الاجتماع بإعادة تفعيل قرارات مساواة الشركات الوطنية بالأجنبية في الإعفاءات الجمركية والضريبية. كما شدد رئيس وفد شركات الطيران الوطنية كابتن محمد وداعة على ضرورة معالجة التصديقات التي تؤدي إلى ضياع حقوق شركات الطيران الوطنية لصالح الشركات والمنظمات الأجنبية، وإعادة النظر في الرسوم التي تفرضها المحليات من العوائد والنفايات والبيئة على الشركات داخل المطار، طارحا مقترح إعادة صياغة منظومة صناعة وشركات الطيران الوطنية على الأسس المتعارف عليها عالميا دون تدخل من أي جهة من خارج دائرة الاختصاص.